احنا تحدثنا عن المسرح، لماذا المسرح؟ المسرح اصبح مهم وعامل اساسي للفرجة ولكذلك لتقديم المعرفة والثقافة في إمارة الشارقة وبالذات إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من حرص صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على الاعتناء بالمسرح ودعم المسرح وإعطائه كل الفرص للنجاح. لذلك أصبح بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي هناك مسارح متعددة ومتنوعة، بدأت من أيام الشارقة المسرحية ثم المسرح الصحراوي ثم المسرح الثنائي ثم المسرحيات القصيرة ثم كرنفال المسرح ثم كذلك مسرح الشباب ومسرح الطفل ومسرح الجامعة والمسرح المدرسي، فهذه كلها الحقيقة الآن تقدم إلى الناس، إلى المشاهد، إلى المجتمع اللي تعطي صورة وانطباعية أن المسرح بدأ يتطور ويتقدم إلى الأفضل وللأعلى بفضل هذه الجهود وهذا الدعم اللامحدود من قبل حاكم الإمارة، جزاه الله خير عن ذلك. والحقيقة الآن مسرح الشارقة هو أصبح الآن مسرح يضرب فيه المثل في العالم العربي وفي العالم، لأنه الحقيقة انتشر وأصبح يقدم عروضه في جميع أنحاء العالم. إذن مشاهدين، ما زلنا في مجال الفن، وأصبحت السينما وصناعة الأفلام اليوم من المجالات الرائدة في دولة الإمارات، فالسينما تجاوزت حدود كونها صالة مليئة بالمقاعد ومزودة بشاشات كبيرة لتصبح أسلوب وثقافة تعكس جمال من تعود ارتياد تلك الصالات. وفي فقرتنا التالية مشاهدين سنتعرف على جملة من الأفلام السينمائية والوثائقية التي تم إنتاجها مؤخرا، فدعونا نرحب بالمخرج وكاتب الأفلام ليث الرمحي. أهلا وسهلا بك ليث. أهلا فيك مريم. طبعا في البداية قبل أن نخوض في تفصيلات فيلم هذا الفيلم الذي قدم من خلالكم فيلم النفق، لو تحدثنا عن الإقبال الذي تشهده اليوم على إنتاج الأفلام. ما شاء الله الفترة الماضية خصوصا آخر 5 سنوات في إقبال جدا كبير على الإنتاج السينمائي، والشاهد هو عدد المهرجانات السينمائية الكبير اللي صار بالدولة، أهمها على الأقل بالنسبة لي بما إني من سكان العين ما يقارب 25 سنة هو مهرجان العين السينمائي. الحمد لله هاي السنة الرابعة للمهرجان، فينا مهرجان الشارقة ومهرجان رأس الخيمة، وما شاء الله حدث ولا حرج، يعني في مهرجانات جدا كبيرة ودليل على إنه كثير ناس تتجه حاليا للسينما. نعم، إذا هذه ثقافة موجودة، والآن الحمد لله أيضا إذا سنتحدث عن السينما في دولة الإمارات فهي تخطو خطوة ثابتة في التطور وفي أيضا الوصول إلى المستوى اللائق بالسينما. إذا لو تطلعنا على تفصيلات فيلم النفق الذي يتحدث بشكل عام عن دولة الإمارات، ما قصة هذا الفيلم؟ فيلم النفق هو بالاساس انكتب كمسلسل، اخذنا منحه من شركه الايميجينيشن في ابو ظبي بالتعاون مع شركه اندبندنت فيلم في هوليوود عشان تطويرها عشان يكون مسلسل كامل ان شاء الله ينعرض على التلفزيون. بعدين انتبهنا انا وصديقي وزميلي عبد الرزاق عاشور وصديقي وزميلي فاتو حمدان، شفنا مهرجان العين طارح منحه للافلام القصيره فقدمنا له، حولنا المسلسل لفيلم قصير وقدمناه. الفيلم بيتكلم عن شخص من سكان دولة الإمارات يسافر عبر الزمن، سوري بيسافر عن طريق بوابة زمانية ومكانية إلى عالم موازي وبضيع هناك وبيحاول يرجع لعالمه الأصلي. الأحداث هتدور إن شاء الله بدبي، وصديقنا بالفيلم مهمته الرئيسية إنه يرجع لعالمه الأصلي عشان ينقذ خطيبته اللي على فراش الموت. الحمد لله حصلنا على منحة مهرجان العين وأنتجنا الفيلم القصير وترشحنا برضو لمهرجان العين كأفضل فيلم قصير. نعم،
إذن كانت هناك أيضا أفلام أخرى تم العمل عليها من قبلكم، وأيضا قمتم بالمشاركة في إحدى المهرجانات وحاز هذا الفيلم على صدى كبير، حدثنا عن هذه المشاركة. حاليا في عندنا فيلم الموتر، هو بيتكلم الفيلم بيتكلم عنه، فيلم الموتر بيتكلم عن رجل اعمال اماراتي الكابتن الطيار راشد التميمي. ما شاء الله الكابتن راشد عنده معرض سيارات كلاسيكيه في مدينه العين، عنده سيارات ما شاء الله من ما يقارب 1917 و1918، عمرها فوق ال 100 سنه. فالفيلم تاعنا بيتكلم عن حدث صار معه من ما يقارب السنتين، لما عالم فراري تواصل معه وطلب منه يصنع سيارة من سيارات الشيخ زايد رحمة الله عليه، وكان معه مهلة فقط 3 أسابيع ويصنعها طبعا من الصفر، وكانت المهمة شبه مستحيلة، بس ما شاء الله بقوته وقوة فريقه كان ما يقارب 7 أشخاص 8 أشخاص قدروا يعملوها خلال أقل من 3 أسابيع. الفيلم الحمد لله مع انه انطرح من اسبوعين فقط، بس ترشح لمهرجان بدولة الامارات وترشح لمهرجان ببريطانيا والحبل على الجرار ان شاء الله. ما شاء الله جميل. إذن يعني أيضا بعد مشاركتكم بفيلم النفق تم تمويل الفيلم، وهذا يدل على نجاح الفيلم، وسوف يحول من الحمد لله. فيلم إلى مسلسل. لو تطلعنا أيضا على ان شاء الله. تفصيلات هذا العمل وكيف تم الوصول إلى أن يحول إلى مسلسل وينقل بطريقة أخرى مخالفة. أيضا الفيلم هو له طريقة معينة في العرض، وتحويله إلى مسلسل أيضا قد يتطلب منكم بعض الخطوات في هذا الفيلم. هي كتجربة أولى للمسلسلات صراحة جدا الموضوع صعب، أصعب مما أي شخص بيتخيل، لأنه بالعادة طول عمرنا بنشتغل على أفلام قصيرة أو حتى أفلام طويلة بتكتب القصة تنتهي خلال بالكثير ساعة ونص ويعطيك العافية. بس لما يكون مسلسل نحن مضطرين نقسمه لعدة حلقات، ببداية ونهاية كل حلقة في حبكة خاصة في أحداث خاصة. كثير أنا مصر إنه المسلسل لو نحضر حلقة واحدة منفصلة نعتبره كأنه حاضرين فيلم كامل، وهذه التفصيلة الصغيرة أظن بتخلي الموضوع كثير أصعب علينا، لأنه نحن بالأخير عم نتكلم عن أول مسلسل على الأقل بالنسبة لنا عربي، إن شاء الله راح ينعرض على قنوات ومحطات عالمية، فبنحاول قدر الإمكان إنه نرفع رأس الدولة ونرفع رأسنا ونعطي الصورة المناسبة عن السينما الأمريكية إن شاء الله. بإذن الله. إذن ما الأصعب برأيك أستاذ ليث في صناعته؟ هل هو الفيلم أم المسلسل؟ إن كان في الإعداد، في المسلسل الكتابة، في التصوير، في العمل بشكل عام. المسلسل أتوقع بنسبة 100%، وما أظن في أي مخرج في العالم ممكن يعترض هذه النقطة، لأنه أظن يمكن أصعب شيء بالمسلسل إنه أغلب المسلسلات كل حلقة لها مخرج منفصل عن الثاني، فلو كان المسلسل أبسط كان على الأقل أخرج كل حلقاته نفس المخرج، بس نحن نتكلم عن مثلا 6 حلقات بين 6 مخرجين أو 5 مخرجين، فالموضوع جدا بيستهلك الشخص وبتعبه وبتعب فريقه معه. نعم، وأتوقع أيضا بالمثل بالنسبة للكتابة، أنت ككاتب أيضا أتوقع يختلف كتابة الفيلم عن كتابة المسلسل بتفاصيله الكثيرة. أكيد نعم أكيد جدا جدا جدا، خصوصا موضوع الحبكات، الفيلم له حبكة بالعادة واحدة أو حبكة خارجية وحبكة داخلية، بس على الأقل بتكون على طول المسلسل الفيلم كامل آسف. أما المسلسل كل حلقة لازم يكون لها حبكتها الخاصة فيها، 6 حلقات 6 حبكات، 20 حلقة 20 حبكة، وهلوم جرا. نعم، إذن يعني كل هذه التفاصيل أيضا تقودنا إلى سؤال آخر، إن بما أن الآن أصبحت السينما منتعشة في الفترة الأخيرة، هناك أفلام إماراتية تطرح في هذه السينما، هناك أفلام حقيقة أخذت صدى وأخذت أيضا قبول من المجتمع، فهذه الأعمال التي نتطلع إليها حقيقة كأعمال إماراتية، فتقييمك أيضا بالنسبة للأعمال الأخيرة التي طرحت في السينما الإماراتية، وإلى أين تتجه هذه السينما؟ بصراحة أنا متابع جدا للأعمال اللي بتطرحها خصوصا شركة الإيميجنيشن الإماراتية، والأعمال يعني أقل ما يقال عنها، ما بدي أحكي هوليوودية، أنا مش شايفها أعلى من هوليوود، وصلت مرحلة إنها تتجاوز هوليوود، خصوصا لما نحكي أخيرا شو بنشوف أعمال على السينما بتحكي قصصنا، طول عمرنا بنحضر أفلام بتحكي قصص الغرب أو قصص دول أوروبا وأمريكا وما شابه، بس الحمد لله أخيرا عم نشوف قصص اللي هي قصصنا عن جد، بنقدر نلتمس إنها نحن. نعم، إذا أيضا هذه الجوانب كلها أتوقع بالنسبة للكاتب وبالنسبة للمخرج أيضا، مخرج أي عمل إن كان عمل سينمائي أم عمل تلفزيوني كمسلسل أو غيرها من الأعمال الدرامية،
هناك تكون بعض التحديات في اختيار الشخصيات التي سوف تقوم بتقديم الأدوار، لأن بالنسبة للكاتب أو حتى بالنسبة للمخرج هناك شخصيات تنطبق عليها هذه الأدوار، ويحتاج أيضا في بعض الأحيان إلى جلب شخصيات يتم دراسة هذه الشخصية بطريقة معينة وتهيئتها بطريقة أيضا معينة لأداء هذه الأدوار. فأيضا كيف تقومون باختيار هذه الشخصيات؟ أنا عندي هغوش بالنقطة هاي، لأنه أنا أغلب شخصياتي بكتبها على ممثل الرئيس وصديقي الصدوق فيصل أبو بكر، فلما أجي أكتب أي فيلم أو أي مسلسل بكتب الشخصية إنها بتشبهه أو هو بيقدر يعطيها. بس بالنسبة لباقي الشخصيات زي ما بتحكي، فالموضوع هو بالعادة اللي بصير إنه الواحد بكتب الشخصية بعدين بلاقي الممثل المناسب لها، مو العكس، مو بيلاقي الممثل بعدين بيجيب الشخصية، فالموضوع شوي صعب خصوصا فترة هاي فترة الكورونا، خصوصا لما نحكي عن دولة زي الإمارات، لما مثلا تصوير بالعين، الممثل الرئيسي بدبي، الممثل الثاني بأبو ظبي ما شابه، وهذا الشيء صار معانا بالفيلم الأخير. فكان أنسب حل هو عن طريق الزوم، إنه نجتمع معهم، ندربهم، نقرأ السيناريو كامل مع بعض. الموضوع بياخذ ساعات طويلة جدا، يعني قراءة السيناريو لوحدها فيلم قصير 30 دقيقة ممكن تمد ل4 ساعات، فالموضوع مو سهل. بس بالأخير زي ما حكيت، لازم الشخصية تكون مناسبة جدا وتكون راكبة على الفيلم، فالواحد بيضطر يعمل قدر الإمكان عشان المشاهد لما يجي يحضر فيلمه ما يندم على ال20 أو 30 دقيقة اللي تروح فيها، بالعكس يطلع مبسوط ويحكي واو. طبعا أكيد، يعني هو نجاح العمل من نجاح الشخصيات التي تؤدي هذه الأدوار بطريقة أكيد احترافية تمثل الرسالة من هذا الفيلم أو هذا العمل بشكل عام. إذن أيضا أتوقع في الآونة الأخيرة مع هذه الجائحة هي تحدي للساحة كثير. السينمائية، ولكن أتوقع كان العمل مستمر بالنسبة لكم أخ ليث. او متذكر انا بدايه الكورونا، بدايه 2020 اول رمضان بالكورونا اضطرينا نصور فيلم طويل مع الحجر الصحي ومع التعقيم الوطني، اضطرينا نصور فيلم مدته ما يقارب 20 دقيقه خلال يوم واحد. كنا برمضان وصلنا للوكيشن التصوير تقريبا الساعه 2 الظهر او 1 الظهر، واستمرينا للساعه 3 الفجر. ما كان عندنا خيار ثاني للاسف، الممثلين كانوا مضطرين يرجعوا على مدنهم، كان في حجر بعد الساعه 6 المساء، فالموضوع كان جدا صعب وجدا مرهق. بس اللي بحب الشغلانه بيعملها شو ما كانت الصعوبات او شو ما كانت العوائق، اللي بحب الشيء بيعملها. نعم أكيد، دائما الشغف هو موجود، دائما الشغف موجود، إذن اكيد الحمد لله. المسيرة مستمرة لا تقف بإذن الله. إذن الحمد بالنسبة لله ان شاء الله. للتدريب أيضا أستاذ ليث، إذا سنتحدث عن التدريب، هل قمت أيضا بخوض هذه التجربة؟ بما أن دائما من يعمل في هذا المجال لديه دائما الرغبة في تعليم الآخرين وفي إيصال هذه الرسالة للآخرين في العمل الدرامي والفني، فلك تجارب أيضا أتوقع في هذا المجال. إلي تجارب التدريب بس مو تجارب كبيرة صراحة. في مراكز بالعين كانت مرات تتواصل معي عشان أعلمهم إخراج، عليهم مونتاج خصوصا، أحيانا بنزل على السوشيال ميديا مو كثير صراحة، بس من فترة لفترة بنزل إنه بيعطي نصائح. كثير مرات بقعد مع ناس بشكل شخصي إني بعلمهم. اللي بحب إشي زي ما حكيت بحب يعلمه للكل وبيشعر إنه هو أعظم إشي بالحياة، فبده كل الناس تعرفه. نعم، وأتوقع دائما الكاتب لديه الكثير من الأفكار التي قد يشاركها أيضا مع متابعيه أو من يتابع هذه الأعمال المقدمة من خلاله، إن كانت هناك من خلال منصات التواصل الاجتماعي أو التواصل المباشر من خلال جميع المنصات الإلكترونية والفضاء الإلكتروني، فبالتالي دائما هذا التواصل هو ما يخلق يعني أبواب لأفكار الكاتب أو المخرج أيضا. فهل هناك أيضا أفكار دائما تستقيها من متابعينك؟ هناك ممكن مواضيع معينة يودون رؤيتها كعمل سينمائي؟ كثير بتصير، يعني عندي فيلمين للآن لما بداية الفيلم ممكن تلاقي مكتوب عليه مقتبس من بوست فيسبوك أو مقتبس من تويتر على تويتر، فكثير أعمال بنلاقيها موجودة على تويتر، كثير أعمال بلاقيها على فيسبوك. أنا شخصيا بدايتي بال 2015 بدأت القصة كاملة عن طريق إني أنزل خواطر على بيج فيسبوك باسم مستعار. جلست ما يقارب السنة كاملة أنزل قصص، وكانت صدمة بصراحة إنه القصص لاقت نجاح جدا كبير. بالنهاية حولتها لكتاب صغير، كتاب 100 صفحة فيه خواطر وفيه قصص، وبعض القصص هاي حولتها بالأخير لأفلام. طبعا كنت آخذ الفيدباك تاع الكومنتات الناس بيكتبوه وأعدل بالسيناريو ويتحول لفيلم. نعم، إذن دائما الجمهور هو مساند للمخرج أو المنتج في هذه الأعمال، فهو من يعطي الأفكار أيضا، والجميل عندما تكون هذه الأفكار هي تترجم
من خلال هذا المخرج على أرض الواقع من خلال فيلم يتابعها المشاهد، فبالتالي هنا تكون الشراكة بين الطرفين. إذا بالنسبة أيضا إذا أنا تفضل أستاذ بليك. سمعت لك، بس هي كلمة أنا بعتبر الجمهور الكل بالكل، هو الجمهور. ممكن تعمل أعظم فيلم بالتاريخ، بس ما يجب حذف فيلمك بصراحة على الفاضي. ممكن تعمل فيلم متواضع وبينجح نجاح كبير، الجمهور تقبل وتقبل شخصيات وتقبل السيناريو وتقبل الحبكة. فالجمهور هو الكل بالكل، هو اللي بحكم، هو اللي بي هل عملك ناجح أم عملك غير أو لم يرتقي سلم النجاح. نعم، إذا على تعقيبا على هذه النقطة أيضا أستاذ ليث، هناك أعمال كثيرة أو أعمال عالمية أخذت صدى كبير وكان لها يمكن حجم كبير في الإنتاج وفي تصنيع هذه الأفلام، ولكن لم يكن لها مشاهدين كثر ولم تكن متقبلة لدى المشاهدين، ما السبب؟ هل كانت هناك نقاط معينة سقطت من المخرج أو المنتج في تقديم هذا الفيلم، أو إن لربما أحيانا تكون الرسالة لم تصل إلى المشاهد؟ العمل السينمائي أنا مؤمن إنه عبارة عن قصة، إذا القصة ناجحة فالعمل ناجح، سواء اندفع فيه درهم أو اندفع فيه 100 مليون درهم. إذا قصتك ناجحة فالعمل كامل ناجح. إذا قصتك، لو جيب أعظم مخرجين في العالم وأعظم كتاب وأعظم ممثلين والقصة مو مناسبة ما راح ينجح. يعني مثال بسيط، أول عمل عملته بحياتي بال2016 اتصورته بكاميرا جدا ضعيفة وجدا عادية، بدون إضاءة، بدون معدات صوت، بدون شيء. الفيلم فرصة وصل أكثر من 8 مليون مشاهدة على اليوتيوب بدون ما حتى أحاول أعمل له دعاية. بالمقابل حاليا عم بعمل أعمال بودج جدا كبير، بس ما وصل، نجحت الحمد لله ووصلت مهرجانات، وصلت بس ما وصلت الرقم اللي وصله فيلم فرصة. فالفيلم كامل هو عبارة عن قصة بغض النظر شو استخدمت عشان تصور القصة. نعم، إذا أيضا يعني هذا الحديث يقودني إلى سؤال آخر، هل فعلا أن الفيلم بشكل عام يكون من نجاح الممثلين؟ إن كان هناك ممثلين ناجحين أو نجوم في مجال السينما استقطبهم المخرج لتقديم هذا العمل، سيكون هذا العمل ناجح؟ أم هناك شخصيات يعني قد تكون ليست مشهورة ولكن لديها الشخصية والكاريزما في تقديم هذا العمل، فهل هنا النجاح يعتمد أيضا على نسبة متابعة هذا الفنان في هذا العمل، أم أيضا شخصية عادية قد تؤدي هذا الدور ويؤدي إلى نجاح العمل؟ الممثل بالاخير هو يعتبر عامل جذب للفيلم، اذا كان ممثل كبير وعنده جمهور او طبقه عاليه او طبقه واسعه من المشاهدين فهو راح يجذب الناس يحضروا الفيلم، بس ما بيحدد هل الفيلم ناجح ام سيء. اما اذا جبنا الشخص المناسب حطيناه بالمكان المناسب والقصه كانت مناسبه واجتمعت اسس النجاح، فالفيلم حتى لو الممثل يعني ما عنده يمكن 100 شخص يتابعه وما بيعرفوا 100 شخص في العالم كله، الفيلم راح ينجح. وفي ادله جدا كبيره بدون ذكر اسماء طبعا، بس في افلام بتظهر حاليا على الساحه ممثلين بحياتنا ما سمعنا عنهم وكل العالم بيحكي عنها حاليا، وفي افلام بممثلين جدا كبار. في فيلم برضه بدون ذكر اسماء ظهر قبل تقريبا 4 سنوات، بالنسبه لي كان اعظم ممثل في العالم واعظم ممثله بالتاريخ، والفيلم سقط سقطه جدا سيئه وما نجح ويمكن ما حتى جاب ميزانيته من شباك التذاكر. فالعمل كله عبارة عن حط الشخص المناسب بالمكان المناسب بغض النظر هل له قاعدة جماهيرية عالية أو ما له قاعدة جماهيرية. فعلا، لأن هناك بعض الأعمال قد تكون من شخصيات ليست نجوم في مجال السينما ولكن يؤدون هذه الشخصيات أو هذه الأدوار بطريقة جدا جميلة وتصل الرسالة من هذا العمل، فبالتالي أيضا قد نأتي إلى جانب آخر وهو التسويق والإعلان المسبق عن هذا الفيلم، فأتوقع التسويق دائما هو الجانب الأساسي في نجاح العمل إن كان عمل سينمائي أو إن كان في مجال آخر، ترويج لمنتج أو أيا كان، فدائما الترويج هي مادة أساسية في نجاح العمل، فما مدى أهمية أيضا الاهتمام بهذا الجانب حتى ينتشر هذا العمل ويأخذ صداه؟ أنا مؤمن إنه التسويق لازم يكون له ما يقارب 50 ل 60% من ميزانية الفيلم كاملة. معي مثلا 1 مليون درهم ميزانية، لازم على الأقل 500,000 تروح للتسويق، لأنه ممكن أعمل أعظم فيلم بالتاريخ بس تسويق يكون ب 1000 أو 2000 درهم وما يوصل للناس، الناس ما تعرف عنه وما تسمع عنه. أما لما أحط ميزانية للتسويق جدا عالية أو جدا مناسبة للفيلم، فالفيلم إن شاء الله إن شاء الله بكون ناجح حتى لو ما كان له ميزانية عالية للإنتاج.
نعم، إذا الآن أتوقع هذه الأعمال تأخذ الكثير من الوقت من المنتجين المخرجين. لكن العمل الأخير اللي قدمته أستاذ ليث كم أخذ منكم من الوقت؟ إن كان هو دقائق بسيطة، إن كان 40 دقيقة، ولكن فيلم يأخذ منكم الموتور، كثير من الوقت. أكيد فيلم الموتور 8 دقائق، أخذ تصوير ومونتاج وإخراج ونبحث عن القصة بما إنه فيلم دوكيومنتري، فأخذ ما يقارب السنة كاملة، فثمان دقائق. ففي كتاب في إنه فيلم 30 دقيقة، فيلم 40 دقيقة، كم بياخذ من وقت؟ نعم، إذا بالتوفيق بإذن الله. ما هو القادم بالنسبة الله لليث يسلمك. في الساحة الفردية؟ إن شاء الله حاليا فيلم الموتور هو عبارة عن حلقة من سلسلة عم بنحاول ننتجها، بتتكلم عن رجال الأعمال في دولة الإمارات اللي حطوا بصمة بتاريخ دولة الإمارات، فأنتجنا أول حلقة وإن شاء الله عندنا 9 حلقات ثانية، وحاليا عم نعمل على مسلسل النفق وبنحاول نخلص كتابته عشان إن شاء الله ننتجه كمسلسل ونعرض إن شاء الله على القنوات العربية والعالمية. بإذن الله، بإذن الله متشوقين لرؤية هذا العمل. وكلمة أخيرة نسمعها من المخرج و يعني الكاتب ليث لكل من يتابعنا اليوم، إن كان رسالة للمخرجين، رسالة لكل من يعمل في العمل المسرحي والعمل السينمائي والفني بشكل عام. بحب أوجه كلمة للي بدأوا المجال الجديد. أنا بدأت المجال من 5 6 سنوات تقريبا، شهادتي لا تمت بصلة للسينما، أنا شهادتي هندسة ومعي ماستر بالبزنس، بس كل شيء تعلمته من اليوتيوب من جوجل، أو أغلب الأشياء اللي تعلمتها، وبدأت أخذ دورات فعلية بعد 4 5 سنوات. فلا تفقد الأمل، المشوار جدا طويل وجدا صعب، وما حد حكى لك إنه المشوار سهل، فاتعب حالك وبالأخير تنجح إن شاء الله. بإذن الله. إذا الكاتب والمخرج ليث الرماحي أو الرمحي عفوا، شكرا على وجودك معنا في هذه المداخلة، وبالتوفيق بإذن الله في الأعمال القادمة. شكرا لك. شكرا لك، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا بهذه الفقرة نكون وصلنا معكم إلى ختام برنامجنا ولنهاية برنامجنا لهذا اليوم. إذا متابعينا الأعزاء، ما أجمل أن تكون لك موهبة تنميها وتطورها، لربما تكون لك هذه الموهبة سعادة من السعادات الصغيرة. فمهما كانت لحظات السعادة بسيطة وقليلة، فإن الوقوف عليها له دور قوي وفعال في تحسين يومك. فاسترجاع هذه اللحظات السعيدة كفيل بأن تجعلها حاضرا سعيدا في حياتك. كن دائما متجددا في زرع البهجة من خلال عطاءاتك. إذا مشاهدينا دمتم بود ومع السلامة.